حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض أبرز المقاطع اللي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تخص العراق، وننتظر مشاركات حضراتكم للتعليق عليها من خلال الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب اللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية واللي حنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات بدأت تظهر ظاهرة شراء الأصوات عن طريق دفع أموال مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية، وصار عراقيون في مختلف المحافظات العراقية يسمعون بأنباء عن سعي أحزاب ومرشحين من أجل شراء هاي الأصوات. العملية هي عبارة عن آلية يعتمدها السماسرة اللي تنشرهم الأحزاب في مناطق مختلفة من المحافظات العراقية. يقومون هؤلاء السماسرة على أخذ ما يشبه التعهد من الناخب من أجل التصويت لصالح مرشح معين أو حزب معين، ويستلم نصف المبلغ المتفق عليه ما بين الحزب وما بين هذا الناخب، ويتم تسلم بقية المبلغ بعد إجراء الانتخاب، وبعد أن تتأكد الجهة اللي دفعت المال من أن عملية التصويت تمت مثل ما تم الاتفاق عليه. أما عبر تصوير التصويت عن طريق الهاتف النقال داخل كابينة التصويت، أو بعد فتح صناديق الاقتراع وإعلان الأصوات داخل المراكز. طبعا يتراوح سعر البطاقة الانتخابية الوحدة بين 50,000 دينار عراقي إلى 100,000 دينار عراقي بحسب ثقل الدائرة والمنطقة الانتخابية. وتمر هاي العملية، عملية البيع والشراء، بمراحل طويلة من الاتفاق، ويتم بالنهاية الدفع على مرحلتين مثل ما قلنا قبل لحظات. لكن مصادر أكدت أن السماسرة يتعمدون التواصل مع شيوخ ووجهاء بعض العشائر لأنهم يستطيعون تأمين ما بين 50 إلى 100 بطاقة انتخابية من أفراد عشائرهم، وهذا الموضوع يرفع من قيمة المبالغ اللي يحصلون عليها. خلونا نشوف بالمقطع الآتي مقطع مسرب رصد جانب من عملية بيع وشراء البطاقات الانتخابية داخل أحد المنازل قبل انتخابات مجالس المحافظات بأيام. خلونا نشوف. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى مقطع آخر. تواجه هذه الظاهرة حالة من الاستياء الشعبي بسبب المزاج العام اللي يرفض المشاركة في الانتخابات، في أي انتخابات في العراق، بل يدعو إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات بشكل خاص، وذلك بعد فشل هاي المجالس في تقديم الخدمات وانتشال المحافظات من واقعها المتردي. ناشط من محافظة ذي قار انتقد ظاهرة بيع الأصوات بشكل لاذع، وحمل السياسيين مسؤولية إفقار شريحة من العراقيين ودفعهم لبيع أصواتهم من أجل الحصول على بعض المال. خلونا نشوف. جبناء أنذال، من تبيع صوتك بخمسين اطلع الباب بيتك شوف اكو شارع، شوف اكو مجرى مال رخيص، شوف باوع عندك ماي نظيف مثل البشر تسبح بيه. من تبيع صوتك وشرفك وضميرك ووطنك وحتى عائلتك تبيعها، حتى اطفالك ذوله اللي يموتون بالامراض الخبيثه والعجز الكلوي وما عندهم مدارس وما عندهم مستشفيات، كتب ما عندهم، وانت تبيع صوتك الى مرشح بدون شرف يجيك 4 أيام يضحك عليك بعد ما تشوفه لمده 4 سنين، تبيعه ب50,000. خلونا نشوف مشاهدينا ونتابع بعض التعليقات اللي وردت بشان هاي المقاطع. حامد يقول: يا البؤس، او يا للبؤس هذه العمليه، او يا لبؤس هذه العمليه لان ادواتها من السراق
والخونة والساقطين أخلاقيا. هذا المرشح اللي يشتري الأصوات بكرة في المنصب يبيع العراق ويساوم عليه. محمد يقول: مثل ما النائب يشتري صوتكم بفلوس راح يبيعكم بالفلوس اللي يحصلها بعد الانتخابات. تعليق من سحر تقول: والله عيني والله عيني، صار المرشحين أكثر من المتسولين، وفوقاها قبل ما كان عندهم وقت للناس هسه قاموا هم يروحون للبيوت يتسولون أصوات. عباس يقول: أصلا اللي يبيعون أصواتهم حرام عليهم لأنهم يساعدون الفاسد على تسنم مناصب لا يستحقها. خلونا نسمع رأي السيد أبو علي من واسط. تفضل يا أبو علي، حياك الله. سيد الكريم، مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجمهور الرافدين. مساء النور، أهلا وسهلا. الآن يعني هذه ظاهرة بيع الأصوات هذه قديمة يعني موجودة، وكذلك همينا مو بيع، أكو إجبار لبعض مثلا العسكر، أكو إجبار عليهم أنه إلقاء العامل يجبرهم أنه كل من يجيب بطاقة الانتخابية ويجي ويصوتون بأسمائهم. لكن الآن الأحزاب اكتشفت شيء جديد، خاصة بعض يعني لازم بصمة ولازم الطابق وغيرها. بس علونا صوت أبو علي بالاستوديو شوية، تفضل أبو علي. قاموا البطاقة يشترونها بس يخلونها يمهم حتى يضمنون أنه ماكو أحد يصوت لغيرهم بالبطاقة هذه. يعني من ياخذ البطاقه ويخليها يمه هنا ضمن انه اكو ناس ما تروح للانتخابات ويعني ويوازون مرشحينهم الموجودين. نعم، هذا شيء جديد قاموا يخترعونه. البعض يعني هو يعني هي ثقافه يعني ثقافه مواطن وثقافه شعب عن الانتخابات. وكذلك الاحزاب هي احزاب شيطانيه. طيب خلينا نجيها واحده واحده يا ابو علي اذا سمحت. تفضل. بدايه اللي يصير حاليا من عمليه بيع وشراء، هل يتحمل مسؤوليه اللي حيصير بعدين بالبلد المواطن ان هو باع صوته؟ لو الفقر اللي اوصل اليه هذا السياسي وهذه الاحزاب هي اللي خلته يضطر انه يبيع صوته مقابل 50,000 بسبب الحاجه وبسبب الفقر، شلون تقدر يعني تقيم الحاله اللي دا تصير يتحملها المواطن لو المسؤول عنها الدولة؟ والله أنا شوف التحمل الجانبي يتحمل، لكن المواطن يتحمل 75%. لأن أنت إذا بعت صوتك بخمسين ألف أو أي مبلغ حتى لو يكون مليون، أنت ساهمت أنه هذا الفاسد راح يرجع مرة ثانية وما راح تسوي تغيير ببلدك. يعني أنت هذا أنت شفته وجربته، هو مو شيء جديد. يعني هذا قديم، هو اللي وصلك للفقر اللي أنت بيه، هو اللي خلاك انت تبيع صوتك بمبلغ وخلاك يعني حشاكم انتم وحشا السامع انه انت يعني رخيص بمبلغ. هذا يعني انت ما بعت صوتك، انت بعت مستقبل اجيال. انت من ترجع الناس اللي بالعراق، الناس اللي بالعراق اللي وصلوا الى هاي المرحله، او خلينا نقول هاي الفئه اللي تبيع صوتها مقابل 50,000 دينار عراقي اللي هي اصلا اليوم ما لها اي قيمه صارت بالعراق، هل ذولا ينظرون الى مستقبل البلد؟ هل ينظرون إلى الأجيال القادمة؟ هل يكترثون أو يهتمون إلى مصير أبنائهم وأحفادهم اللي حيجون وراهم؟ بلد اليوم دينباع شوية شوية أرضا وسماء وماء، ما بقى بيشي العراق. يعني ذولا اللي يأخذون 50,000 حتى يبيع صوته يهتم للمستقبل؟ لا لا، بالعكس، أساسا هذا اللي يبيع صوته اليوم أكثر فساد من الحزبي اللي اشترى صوته. لأن هذا الحزب اللي اشترى صوته ترى ما اشترى من فلوسه هو. هو اشترى من أموال الدولة الأساس المخصصة للمواطن نفسه. فهو اشترى هذا يعني من أموال الدولة ومنطاق. بالعكس، أنت تستحق أضعاف هذا المبلغ. أنت اليوم ساهمت في إنهاء جيل، إنهاء بلد. طيب. يعني مدى بعيد مدى، أنه أنت يعني ساهمت بخراب البلد فوق ما هو خربان. المفروض اليوم صوتك انت يكون لاصلاح بلد، لتصحيح مسار، حتى لو اتفقنا ان هم فاسدين، لكن من المرشحين على الاقل ان قالنا مرشح واحد هو كفو، او انه بالاساس يعني اقاطع الانتخابات وما اروح، على الاقل اثبت ان نفسي اني غالي واني ما انطيت صوتي لاحد. صحيح. اشكرك شكرا جزيلا السيد ابو علي من واسط، ويانا السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل محمد بالنسبة لموضوع الانتخابات أو مجالس المحافظات، يعني
هو الدستور منين نابع؟ من رأي الشعب. الشعب هو أنطى الكلمة مالته وقال إحنا هذه مجالس المحافظات هي حلقة زايدة وحلقة فساد. فالجماعة ما لاقي لهم هذا الحكي ورأي المواطن، فهم ماخذينها بالعفرة، يعني اللي يقولهم هم اللي يسووه، أما رأي مواطن حق مواطن هذا ما يسووه. هذا كل شيء اللي يرهم لهم واللي يرجو ينفذوه غصبا على شارب أكبر مواطن. صحيح. فلذلك يعني الانتخابات هي، أو بالأخص هي مجالس المحافظات وحتى الانتخابات البرلمانية أستاذ محمد ما تكون حقيقية ولا تكون يعني شو مثل ما تقول تبحث عن احتياج المواطن. نعم. ليش؟ لأن هم مقسمينها، هي أصبحت اليوم النظام دكتاتوريات بيناتهم، يعني أو نظام طبقي، يعني شوف أنت العائلة الفلانية ماخذة الحصص هي وهو الشخص هو. طيب ليش؟ خلينا نفهم هاي النقطة، ربما نحصل على جواب من حضرتك. إذا هم ديمشون مثل ما تفضلت الانتخابات ونتائجها حسب ما هم يريدون وحسب التوافقات والمحاصصة الطائفية وحسب آراء الدول أو قرارات الدول اللي تدير الوضع بالعراق سواء أمريكا أو إيران، ليش دي يقاتلون حتى الناس تشارك؟ ليش يحاولون يخلون الناس تشارك بانتخابات هي مسرحية أصلا من الأساس؟ ليش دي يدفعون فلوس للعالم حتى يشترون أصواتهم؟ ليش يعني يدفعون للانتخابات حتى بقائهم يعرفون كل الزين بأنه بقائهم بالسلطة أو بالمناصب هو من خلال خداع المجتمع، من خلال خداع الناس. يعني قصدك يحاولون يبينون للعالم أنهم عندهم مقبولية شعبية؟ بالفعل. والعالم أستاذ محمد أنت كلش يعني كل زين تعرف بأنه العالم يعرف كل الزين بأنه الشعب العراقي رافض وما يعني يحترم هاي الانتخابات، لأنه أنطى الانطباع بأنه خلال المشاركة بالانتخابات السابقة الشعب العراقي أغلبيته ما طلع أستاذ محمد. فالرأي العام العالمي يعرف كل زين بأنه هاي الانتخابات مزيفة ومزورة وما تلبي طموح العراقيين، فالناس تعرف كل زين. لكنه بقول الرأي اللي فرض الديمقراطية بهذا البلد الديمقراطية المزيفة يريد بقية، لأنه الشركات أستاذ محمد كل زين الشركات الدول الكبرى جاءت تشتغل. طيب أنا عندي سؤال سريع، أريد منك تعليق سيد عبد الرزاق على المقاطع اللي عرضناها لعملية بيع وشراء أصوات لناخبين. سألت أبو علي من واسط، قلت له اللي دي يصير بعملية بيع وشراء الأصوات، هل يتحمل المواطن مسؤولية اللي راح يصير بالبلد بسبب بيع لصوته مقابل مبلغ بخس، أم أنه الحالة اللي أوصلتها الأحزاب للعراق والعراقيين من الفقر والحاجة تبرر للناس أنه هو يروح يبيع صوته مقابل 50,000 يشتري بيها مسواق الأطفال اللي كتلهم الجوع؟ يا هو اللي يتحمل مسؤولية اللي دي يصير الآن بعملية البيع والشراء، المواطن اللي دي يبيع صوته، لو الناخب اللي وصل المواطن إلى هاي الحالة؟ شوف أكو قول الإمام علي سلام الله عليه يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. أستاذ محمد صح، إحنا نلوم المواطن، لكنه إذا يعني المواطن فقير وأمس الحاجة للمساعدة للمال فشو يسوي؟ يعني يضطر بهاي. لكنه يا أخي يا أستاذ محمد هذه تكون بالدول الفقيرة، 100,000 مرة قال بالدول الفقيرة مو بلد غني مثل العراق، فهم ذولا يعملون على إفقار هذا الشعب. وأقول له للمواطنين من خلال قناة رافدين، أقول له للمواطنين أنت إذا بعت صوتك نفس الحالة راح تزداد فقر، فيا أخي تحمل وعسى والعال تسقط هذه الحكومات وعسى والعال القادم يكون خير، لأنه أنت راح ترشح نفس المرشح وهو هذا يزيدك فقر. يعني تدعو الى المقاطعه حتما، بس المقاطعه الفعليه مو المقاطعه مثل ما الجماعه التيارات اللي معلنه المقاطعه ومخلين المستقلين مالتهم يشتغلون لهم بحجه طيب. ياب احنا مقاطعين وذولا مستقلين. نعم. اشكرك سيد عبد الرزاق، وصلت الفكره، شكرا جزيلا. ويانا سيد سلمان من الكوت،
تفضل يا سلمان، حياك الله. السيد سلمان من الكوت. سلمان فقدنا الاتصال، أرجو من سلمان يعاود الاتصال مرة ثانية. خلونا ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام ضمن فقراتنا في هاي الحلقة، إلى استغلال السلطة والتجاوز على القانون. طبعا تعتبر حالة كسر القوانين والاعتداء على شرطة المرور من قبل سائقي السيارات الحكومية المضللة من أبرز الحالات المنتشرة خلال الفترة الماضية، وتشجع إلى مخالفة القانون وعدم احترام قواعد المرور من قبل هؤلاء للناس طبعا. واشتكى مواطنون من سيارات تتجول في الشوارع تحمل لوحات بشعار إما رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية ومضللة، أو حتى ميليشيات الحشد وغيرها، تسير عكس الاتجاه وما تهتم بالقانون أو بسلامة المواطنين. المواطنون انتقدوا التغاضي عن المواكب الحكومية المخالفة لقوانين المرور، واعتبروا أو طالبوا إزالة هاي اللوحات واستبدالها بأرقام مرورية مسجلة حتى يقدرون يحاسبون سائقي هاي السيارات المخالفين. ودعوا حكومة محمد الشاع السوداني إلى محاسبة كل من يخالف قواعد السير من المسؤولين والحمايات وأصحاب المواكب الرسمية. خلونا نشوف عدد من الحالات اللي رصدوها مواطنين عراقيين لسيارات حكومية بدون لوحات أرقام. هاي بدون أرقام ظل الفول هذا الحدوس. هاي بزيونة، هذا دريم سيتي، وهاي السيارة واحدة خبصة للشارع خبص وصافرة والأمور طيبة وعاش العراق العظيم. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. قبل شوية تحدثنا وقلنا بأن أكو دعوات وجهت إلى محمد الشاع السوداني. خلونا نشوف محمد الشاع السوداني كيف يتجاوز على القانون. بذروة هاي الازدحامات المرورية عند تقاطعات بغداد، تتوقف الحركة والحياة عند وصول موكب تابع لأحدى الشخصيات السياسية أو الوزراء في الحكومة. المسؤول اللي يمر عبر التقاطعات والشوارع المزدحمة لا سيما القريبة من المباني الحكومية في المنطقة الخضراء، عادة يسارع عناصر حمايته حتى يفتحون الطريق أمام هذا المسؤول. والمشكلة أنهم ما يكتفون فقط بمخالفة القانون، بل أيضا يتجاوزون على المواطن بالسب والشتم، وأحيانا يطلقون الرصاص بالهواء من أجل تخويف الناس. وبهاي الأثناء اشتكت إعلامية عراقية في بغداد من ممارسات أفراد حماية رئيس الوزراء الحالي بالقرب من الجسر المعلق، بعد أن أجل الوفد بطريقة عكسية متجاوزين قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء، واعتدوا لفظيا على هذه الإعلامية لمجرد أنها حاولت تصور وتوثق اللي صار أثناء عملية فتح الطريق بشكل تعسفي ومن دون مراعاة للمواطنين. خلونا نشوف. يجرون سيد ويعيطون على العالم. يعني أنا هواي شايفة تجاوزات، بس إنه موكب تابع للسيد رئيس الوزراء بسياراته وعجلاته الحكومية يجي رونج سايد على جسر المعلق، وبمجرد أنه أني أتكلمت وصورت الحالة، لأنه لازم توصل. هذه ظواهر سيئة بالمجتمع اليوم، اللي الدولة المفروض تطبق القانون والحكومة هي ما تلتزم به. من أصور هذا الموضوع ينزل المنتسب يتجاوز ويغلط ويتعامل بطريقة كأنما أني إحنا عبيد عندكم. إحنا مو عبيد عندكم. السيد رئيس مجلس الوزراء، الفيديو هذا بكل تفاصيله أمام أنظارك، ولازم يتم محاسبة هذا الفرد حتى ما تتم إعادة هذه الظواهر مع باقي الناس. الناس البسطاء وين تروح؟ أنا اليوم إلي صوت، اللي ما عنده صوت شنو يسوي؟ خلونا نتابع بعض التعليقات اللي وردت بشأن هذين المقطعين. إسماعيل يقول: مستعجلين، لأن أكيد راح تتوقف عجلة الإعمار والبناء إذا ما وصلوا بالوقت المناسب. الجانب المشرق من أحزابنا النتنة، هكذا يقول إسماعيل. فاروق يقول: مو بس هاي، قبل كم يوم على الدولي يمشون 120 ولازمين الشارع كله، ومن تريد تجتازهم يطبقون عليك ويصيحون.
تعليق عندنا من علي العراقي يقول: إذا وزير الداخلية صدق بيحظ ويثبت نفسه أنه القانون فوق الجميع، خلي يشوف شغله، لو بس قدرته على أهل الدراجات المساكين. وتعليق من أحمد العزاوي يقول: المرور خطية عندهم، فوبيا من هاي السيارات، قدرتهم على الناس الفقرة. خلونا نسمع رأي سيد سلمان من الكوتي، عاود الاتصال بنا مرة ثانية. تفضل يا سلمان، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يسلمك. أنا سيد سلمان من واسطة من الكوت. حياك الله. الله يحفظك. والله بالنسبة هي هاي الوجوه القديمة أو الجديدة، هم نفسهم ترى، ما يتغير شيء. يعني كل شيء ما شفناه من يومهم. نعم. أبسط الخدمات، أبسط شيء، لا شغل، لا عمل، لا بناء، لا تصدير، كل شيء ماكو. يعني هم هو جاي شو اسمه يطلع فلوس ويشتري الصوت بخمسين ألف، ما يشتري اللي يفيد المواطن ويفيد البلد. نعم. جاي على مود هو مستمتل، على مود شو اسمه منصبه، على مود هو تكثر أموال عده، تكثر حمايات عده. نعم. برايك سيد يعني سيد سلمان، يعني الناس اليوم شو تقول للناس اليوم اللي تبيع صوتها مقابل 50 ألف؟ يعني أنا بس أريد أسألك سؤال، اليوم شنو قيمة 50 ألف بالعراق؟ يا أخ مرة العظيم تموه، هي نوبات تمر أيام، يعني حتى كيلو بوتيتا ما تقدر تشتري. صحيح صحيح، بس هل من المنطقي والمعقول أبيع بلد 4 سنين على مود 50 ألف؟ مو قلك أنا ما عد، قلك أنا عد 4 جهال 5 جهال وباقين. نعم. باقين بدون أكل، ولا عطهم حليب، لا عطهم فتشي، أحصل 50 ألف. أنا أول وتالي يقول حتى إذا ما أبيع صوتي هم كل شيء ما أحصل. طيب هو ليش ما يقول بدل هو ليش ما يبرر نفسه، أو ليش ما يقول بدل ما يبرر هذا التبرير يقول من اللي وصلني إلى هذا المستوى من الفقر؟ مو ذولا نفسهم اللي يريدوني أنتخبهم؟ إحنا في ساعة، إحنا مو مثل الدول، مو نفس مصر، مو نفس السيسي. إحنا بعد هي مو دولة، هي دولة أحزاب وتيارات عصابات. يعني إحنا نسأل الحقيقة، ورا ما نشوف هاي النماذج نقول معيب على هؤلاء الأحزاب إنه يشترون أصوات. هم لو سووا نفسهم قاعدة شعبية وخلوا الناس تحبهم وتثق بيهم بسبب إنجازاتهم، ما كان اضطروا يدفعون دينار واحد حتى يجيبون أصوات. هو ليش صار بالعراق هيك؟ ليش صار بينا هيك؟ يجيبون المكان المناسب مو المكان المناسب، هذول مو اختصاص. يعني وزير الزراعة يخلونا وزير الداخلية، وزير الداخلية يخلونا وزير ما ادري شنو، مو اختصاص. حتى من تروح للمستشفى هم كل من اختصاصه الجلدية، الباطنية، القلبية، غير حسب الدراسة الدارسة والاختصاص، هذول مو اختصاص، مو مهنيين. نعم. مقاطع يا سلمان، حتقاطع؟ الو، مقاطع الانتخابات انت؟ والله انا اصلا من صرت ودرت اكره اللي يروح، حتى ما اروح انا حياتي كلها ما منتخب. لان هم دول حشاك تكون زفره ناس صاغطه طالع من الطريق، عصابات يردون الهوم ولجيوبهم الخاصه. المحافظة واسط مصنفه من اكثر المحافظات اللي انتشرت بها المخدرات. لان ما شفنا شيء صار 20 سنه. نعم. نفس الشسمة، نفس الشيكولات ونفس تحشي يعني ويامن. نعم. كل شيء ما نحصل. طبعا. والبلد إلى منهار، يعني هسه العراق ما ينحسد عليه لا ماي لا زراعة. أنا بس أريد الدقيقة واحدة تنص صوت التلفزيون سلمان، اسمعني بس من التليفون. محافظة واسط مصنفة من أكثر المحافظات اللي تنتشر بها المخدرات والجريمة. احنا نسأل مجالس المحافظة. صحيح. نعم. وإيران قريبة عليكم، وإيران قريبة عليكم، وهي هالبلاوي تجي من إيران. انه مجالس المحافظات، مجلس محافظة واسط، ايش قدم لكم خلال السنوات اللي مضت؟ كل شيء ما قدم. انا من الناس رحيت حبيت خندرت واحد قلت له عمك كتن الجوع كتن الضيم، اريد بس شقمنا كالناس بالبلديه. هذا رحت له كان حافي طبعا. كل شيء ما، حتى شهاده مال ثالث متوسط ما عدم، اشتري له شهاده مال اول متوسط من مرايدي. نعم. 25 ألف. نعم. وهاي العصابات والنسوان على 25 ألف صعدته. فرحت له قلت له يابا ابسط شيء قبل حتى من تروح تقول لك اريد اشتغل بالبلديه الناس تستحي. نعم. قلنا له ابا ترى شو اسمه احنا ما رايتهم سودة، ما نريدهم، واحنا قاعدين يطونه بتعبنا، نريد نشتغل بتعبنا، بس لا شغل لا عمل لا فتشي، بطل لبن يشترونه من ايران. نعم. دول كلايلون، ما بلد ما يصنع له دول كمان لايلون. صحيح. اشكرك سلمان، اشكرك شكرا جزيلا لمشاركتك ويانا بهاي الحلقه.
ويانا السيد رسول من بغداد. تفضل يا رسول، حياك الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سيد رسول، أهلا وسهلا. الله يحييك، الله يشكرك، الله يسلمك. أخي العزيز، إحنا موضوعنا الانتخابات. نعم. وهي الانتخابات يعني صارت مسألة اعتيادية. شغلة اعتيادية صارت هاي، كل موسم ترسم الشوارع حيطان وصور وحدا حدا. نعم. هاي فيلم. بس أقول لك شغلة واحدة. إي تفضل. يعني هاي الأفلام هاي من زمان. نعم. بس ما قدمت شيء. شنو قدمت؟ شنو سويت؟ نعم. هاي الصور وغير الصور والوجوه وغيرها وغيرها، المالكي وحلبوسي وما أدري منو. صحيح. هذا كلهم عملاء عند أمريكا. نعم. نعم. بس يا عزيزي يا صديقي أستاذ محمد، أنت مثقف وش ولد، الحشد مو مليشيا، الحشد عراقي. عراقي رسمي. طيب. مليشيا يعني شلون نقول احنا على قولتها لنا مقطم. يعني ما عدا أصل. لا لا. شوية زحمة مال. انت فاهم الموضوع غلط، بس خلي اشرح لك موضوع ميليشيا، لانه يبدو ما اعرف انتم يعني صراحه مشكله كلمه ميليشيا عبالكم شتيمه. عزيزي سيد رسول، لا بس شتيمه لا بس اسمعني يعني مرتزقة. طيب لا بس اسمح لي، هو مو قضيه مرتزقه مو مرتزقه، هذا تصنيف بالقانون الدولي. الامم المتحده اكو قوانين دوليه طبعا هي اللي تحكم بها العالم، تمام، او اللي هي مشرعتها او موضوعة من قبل دول العالم. المهم كلمة ميليشيا او هذا التوصيف بالقانون الدولي، يعني مو اختراعي او اني دا اشتم او افشر او اتجاوز، هو كل من يحمل هو بس اسمح لي بس اسمح لي احنا بالعراق. طيب. احنا ما ان شاء الله بالدول. طيب. الدول لو بيها خير حتنقذ غزة لو بيها خير، تمام. ممكن بس اوصل لك الفكرة حتى لا تسيء الفهم. خلي يحكي على غزة. اسمعني بس اسمعني يا رسول يا رسول يا عزيزي، حنسولف وياك. كلمة ميليشيا هو كل من يحمل السلاح خارج إطار القانون، تمام، خارج إطار سلطة الدولة. وأنا أريد أسألك سؤال يا عزيزي يا رسول يا سيد رسول، بس سؤال لو سمحت. هو سؤال القانون أصلاً. طيب سؤال لو سمحت، أنا اليوم تأسس الحشد من يا سنة من 2014، تمام. تمام صحيح. الى اليوم، من 2014 الى اليوم، اريدك تجيب لي امر مباشر خرج من القائد العام للقوات المسلحه حيدر العبادي او عادل عبد المهدي او مصطفى الكاظمي او محمد الشيع السوداني، امر من رئاسه الوزراء مباشر لاي تحرك للحشد، ممكن تجيب لي؟ ماكو. روح دور، روح امش السوشيال ميديا وادخل الى مواقع الحكومه، ما راح تلقى اكو امر مباشر. وهذا يعني انه هي خارج سلطه الدوله. اعرف الشخصيات هذه عديت، هاي الشخصيات كلها عديت، حيدر العبادي ومالكي وما ادري منو، يعني هواي الشخصيات عديت حوالي اربعه او خمسه. نعم. لو ما الحشد هذول ما هم موجود اصلا. تمام. ما هم موجود. ارجع وياك سؤال سريع للانتخابات. متفضل على كل العراق. تمام. حشد مقدس، حشد طيب عراقي رسمي. طيب رسول، بس رجاء اعطيني مجال اسالك. بس اسمعني رسول اعطيني مجال اسالك حتى تاخذ راحتك بالاجابه، تمام. راح تشارك بالانتخابات؟ تمام تفضل. والله بالعم شو اقول لك، احشارك ان شاء الله. الانتخابات يعني ما يعني هاي مثل ما قال قبل شويه مو سلمان ملكوت، لا القبله. طيب. قال هاي كلاوات، يعني شو نقول، يبيع ويشتري ويبيعك. تمام. هاي تمام. ما دور. يعني انت هاي. يعني انت 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 تشوف انه كل اللي يشاركون بهاي الانتخابات هم كلاوتشيه؟ لا، ما له دور. حضرتك تعرف انه حضرتك يعني تعرف انه تحالف نبني هو تحالف الحشد داخل الانتخابات، صحيح؟ ايه. طيب انت اذا مؤمن بالحشد بهاي الطريقه، ليش ما تشارك بالانتخابات وتنتخبهم؟ اي بعد هي صارت، هي شلون نقول انفرضت. يعني شنو؟ انفرض صار شيء الواقع حال بعد، هي ما منها. يعني لا يفتح مجال للغير. تمام. يعني انت تقصد اللي موجودين اليوم بالانتخابات ما ينطون مجال للاخرين اللي يريدون يخدمون البلد انه يتواجدون، تمام؟
الحشد اول مره يشارك، ما مشارك قبل. لا لا، هو بالانتخابات هاي، هو انتخابات مجالس المحافظات، انت تقول اول مره أيه موجود بالانتخابات القبل. لكن انا سؤالي انت تشوف انه اليوم اللي مشاركين بهالانتخابات هم كلاوتشيه ينصبون على العالم، تمام؟ الحشد ابن عمي، خلينا خدمك، الحشد من شارك واحنا احنا منتخبه، لان الحشد هو اعرف بهاي الناس الموجوده. بهاي النماذج الموجوده. ما فهمتك، حتشارك لو حتقاطع؟ لا احنا نشوف هسه الناس بعد 4-5 ايام نشوف شنو الوضعيه شلون صير. طيب انا راح اسالك سؤال يا سيد ابو سيد رسول واختم وياك لانه طولت وياك. اريد اسالك سؤال، اليوم العراق بعد 20 سنه من حكم هاي الاحزاب، وبعد كم سنه من حكم من تواجد الحشد بالعمليه السياسيه من 2018، تمام الكلام؟ من 2018 شاركوا بالانتخابات اللي فاتت حكومه عادل عبد المهدي، كان الحشد دخل بالعمليه السياسيه، رغم انه ابو مهدي المهندس قال قبل لا يقتل بانه الحشد اذا دخل بالعمليه السياسيه انا اتبرى منهم، تمام؟ ومع هذا دخل الحشد بالعمليه السياسيه. اذا هم جهه كان هدفها تحرير العراق والقضاء على داعش والارهاب، وهذا الشيء صار باعتراف حيدر العبادي ومحمد الشيع السوداني اللي قالوا انتهى داعش، ليش هذا الحشد اللي هو المفروض طرف مقاوم هدف تحرير البلد ما له علاقة بالمصالح والسياسة والفساد، ايش دخله للسياسة؟ ليش نور المالكي قال عليهم ترسوا بطونهم من الاستثمارات والفلوس؟ الحشد تدخله اعرف مني ومنك، يعرف العدو ماله، والعدو ماله كل زين موجود هسه حاليا حاطه صور مالته ببغداد. من هو؟ تعرف بغداد هني من هو؟ موجودين هسه هذول الرؤساء اللي جابوا داعش، هم اللي سبب سقوط الموصل وتكريم من هم؟ والانبار هم السبب. من هم؟ موجودين، صورهم موجوده. من هم؟ هم في 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 واجههم مثل ما يقول، في رئاستهم، في حضورهم. من هم؟ من هم؟ الحشد يعرف. ها؟ من هم؟ سمي لي. ها؟ من سقوط العراق؟ لا ما اي من هم؟ من هو الحلبوسي؟ كلها موجودة، خميس الخنجر والحلبوسي وحيد العبادي، كلها موجودة. أنا أشكرك رسول، أشكرك، أخذت منك أخذت مني وقت 7 دقائق ونص، شكرا جزيلا رسول. المسؤول عن دخول داعش إلى العراق هو نور المالكي باعتراف مسؤولين داخل الحكومة، وهو بسببه اللي سقط ثلث العراق بسبب نور المالكي القائد العام للقوات المسلحة في وقتها، إلى الآن لا يزال موجود بالحكم. إلى الآن قيادات الحشد ينظرون إلى المالكي على أساس أنه هو مؤسس الحشد باعترافه، هو يقول أني مؤسس الحشد، أني الأب الروحي للحشد، هكذا تنظر للقيادات، وهكذا هو يقول عن نفسه، يوصف نفسه. الحشد إذا كان طرف شريف مقدس نزيه المفروض ما يحط إيده بيد الفاسدين، لكن اليوم اللي نشوفه الحشد بقياداته حاط إيده بيد الحكومة، بل هو اللي يشكل الحكومة، بل هو اللي يرعى العملية السياسية. شلون اكو حشد ومقدس وقدسيه وشلون عندنا مخدرات في العراق؟ شلون اكو حشد وشلون عندنا فساد؟ شلون دينجمع الطرف اللي تقول عليه نقي وطاهر، وشلون دينجمع بالطرف الفاسد؟ ليش دا يقعدون على طاوله واحده؟ طيب خلوني اكمل بس الموضوع الثاني مشاهدينا، عندنا موضوع اخر في هاي الحلقه. يواصل مئات الآلاف من العراقيين المصابين بالفشل الكلوي رحلة علاجهم المتعثرة بين المستشفيات والمراكز الحكومية وسط تزايد للدعوات من أجل بناء مستشفيات جديدة وتوفير منح مالية للأشخاص اللي يعانون من المرض. ونشر وطبعا هذا الموضوع أيضا يدعو إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء. تقدر مصادر طبية وجود أكثر من 1,000,000 حالة نشطة من الجنسين لمرض الفشل الكلوي في عموم المحافظات العراقية، معظمهم من اللي يتجاوزوا سن 40. وتعزو المصادر هذا الواقع إلى انتشار مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل التلوث في المياه وجودتها بسبب التنقية. طبعا أيضا هذا الموضوع هناك يتزامن مع قلة ونقص حاد في الأدوية في المستشفيات أو المراكز المعنية بغسيل الكلى، الأمر اللي يتزامن أيضا مع قلة هاي المراكز على نطاق المحافظات العراقية، وهذا الأمر يجبر المرضى على التوجه نحو المستشفيات الأهلية اللي تستنزف أموالهم في ظل عجز الحكومة عن مد يد العون لهذه الشريحة
أيضا بنفس الوقت اللي نشوف هذه النظرة السوداوية أو هذا الجانب المظلم من الحكومة، نرى جانب مشرق من شباب العراق عن طريق منظمات شبابية لإطلاق حملات تبرع في محاولة لإنقاذ مرضى الفشل الكلوي من الموت، مثل ما صار في محافظة ميسان مع شابين سارع أبناء المدينة للتبرع من أجل إنقاذ حياتهما. خلونا نشوف. اليوم بفضل من الله سبحانه وتعالى وجهود موفقة من قبل شباب ميسان جميعا، وبعد نشر حالة الشابان المصابين بالفشل الكلوي، اليوم استجاب شباب محافظة ميسان من خلال جمع مبلغ قدره 37 مليون دينار عراقي بجهود من أهالي العمارة وأهل الخير جميعا إن شاء الله. وبإذن الله استجاب الشباب لهذه المناشدة بناء على طلب ذويه الذي كان بحاجة إلى مبلغ 37 مليون لإجراء عملية للشاب المصاب بالفشل الكلوي. شكرا لكل من ساهم بالتبرع، وشكرا لكل من ساهم بالنشر والمشاركة والدعاء. ننتقل إلى موضوع آخر أو نفس الموضوع، إلى مقطع آخر. من 2003 إلى اليوم هناك عدة أمراض مستعصية تواجه العراقيين، وأمراض قاتلة وأوبئة فتاكة أيضا، في مقدمتها أمراض السرطان والفشل الكلوي في ظل تدهور أوضاع البلد الأمنية والسياسية والاقتصادية واستشراء الفساد وغياب الرقابة الصحية. يؤشر مرضى الكلى في العراق وأطباء متخصصون إلى أنه هناك نقص في المحاليل الخاصة لغسيل الكلى في المستشفيات الحكومية، وتشير التقديرات الطبية إلى أن أعداد المرضى المتوافدين على مراكز غسيل الكلى في عموم العراق يتراوحون ما بين 12 ألف إلى 15 ألف مريض بالأسبوع الواحد، وهؤلاء وصل بهم الحال إلى إطلاق مناشدات متكررة مثل هاي المناشدة اللي جتي من محافظة المثنى. خلونا نشوف. مرضى الفشل الكلوي بالمثنى عينة من أصل أكثر من 400 شخص إلى 500 في المحافظة، أخجل أنه نعرضهم بهذه الطريقة ويوقفون بهذه الوضعية. والله حتى الناشد المسؤولين يوفروا لهم علاج، وهو أبسط متطلبات الحياة ومسؤولية الدولة أنه توفر لهم. نعم الله على فريق عزوتي بالسماوة، هو اللي جمع لهم أموال وزرعة وكلة، لو باقين وراء الدولة لا هسه نقرأ لهم الفاتحة، الله يعطيهم الصحة والسلامة إن شاء الله. محافظة عاجزة أنه توفر علاج لأكثر من 500 شخص، معروف العلة بمحافظ المثنى، العلة بنوابنا السبعة اللي بعضهم يشوفوا يغلس وما يريد، العلة بمدير عام صحة المثنى اللي يوميا بدلينا مدير، ما يمر شهر إذا ما تغير مدير، والضحية منه دول المقاريد. علاجهم يصل إلى 150 ألف دينار شهريا، وهذا العلاج لازم يشترونه لما تبقى من حياتهم، يعني ما يقدرون يقطعوه، إذا قطعوه أو استغنوا عنه تنتهي حياتهم تنتهي. طيب خلونا نشوف سريعا التعليقات اللي جت بشأن هذه المقاطع. محمد يقول المفروض من الدولة أي مرض يكون إلى اهتمام وصرف من أموال الدولة، الفشل الكلوي، السرطان وغيره من الأمراض. طيب عندنا سيد يقول ناشدنا دائرة الصحة صحة المثنى مرات عديدة، والرد كان الإمكانيات محدودة للدائرة، والمرضى اللي تم إجراء عملية لهم عملية الفشل الكلوي راح ينتكسون مرة أخرى إذا لم يتم توفير العلاج لهم شهريا. قاسم يقول حسبي الله ونعم الوكيل، على كل واحد بيد الأمر وما مسوي حل، من محافظ ومدير الصحة ووزير الصحة وهم رئيس الوزراء. وعندنا تعليق من قحطان يقول والله واقع مرير في عموم البلاد، وهذا واجب الدولة وحقوق ابن البلاد على بلاده، لكن الشكوى لله، حسبنا الله ونعم الوكيل. خلونا ننتقل إلى الموضوع الأخير بهاي الفقرة مشاهدينا الكرام، إلى البطاقة التموينية. تشهد الأسواق في العراق من أسابيع ارتفاع مستمر بأسعار السلع وخاصة الغذائية الأساسية منها، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، وهذا الموضوع أثقل الحمل على المواطنين من ذوي الدخل المحدود. هذا المواطن رصد الرداءة بالمواد اللي استلمها بالبطاقة التموينية. خلونا نشوف النوعية اللي استلمها هذا المواطن واللي رصدها لمواد هذا الشهر في العراق. خلونا نشوف.
بينكم ما بين الله، هذا تمن مال الوجبة اللي الدولة العراقية تستارد من عندها صارت 3 سنوات وخاوة على الشعب العراقي أن يأكله، قوة على أبناء الشعب العراقي، وهو ما ينوكل تستارد الدولة ب1350 دينار وبالسوق نباع ب200 دينار و250 دينار، لأن العالم ما تأكله ما ينوكل ينطبخ يصير حجار في قبل الله العلي العظيم. قام تشتري الواديم تبيع الناس على المحلات يسوون أعلاف للحيوانات، وهاي الفاصوليا العفو هذا الحمص اللي هو اللبة يسمونه، هذا لا يصير مرقة لا يصير فلافل، كل شيء ما يصير عبارة عن احجار تستارد الدولة هم ب1300 دينار ينباع بالأسواق ب100 دينار. اليوم عندي رسالة إلى وزير التجارة وإلى جميع المسؤولين بالعراق، بيت ما بين الله يا وزير التجارة، تاكل هذا أنت ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني والقادة قادة المذهب وقادة النصر وقادة العراق، يأكلون هذا يأكلون من هذا ما يأكلونه. بينكم ما بين الله يلي تطبون على حسين ومسوين مجالس حسينية، القادة تأكلون هذا التمن المحجر اللي ما يأكل الحيوان اللي قوة تمشوا على ابناء الشعب العراقي بسبب فسادكم، هذا بسبب الفساد لأن انتم مسوين عقد ويا الصين بهذا التمن لمدة 5 سنوات والعقد مئات المليارات. نبقى مع نفس الموضوع ونتابع مقطع آخر. يعتمد العراقيون من 33 سنة على مشروع البطاقة التموينية اللي ابتكر العراق في عام 1991 لمواجهة الحصار الاقتصادي، لكن يشهد هذا النظام اليوم خلل في إدارته وتراجع في كمية المواد الممنوحة للمستفيدين من البطاقة، فضلا عن توزيع مفردات غير صالحة للاستهلاك البشري. مواطن آخر يرصد حال الأرز الموزع في هذا الشهر بعد أن تفاجأ بوجود ديدان وقمل داخل هذا الأرز. خلونا نشوف. بينكم خلونا نتابع سريعا التعليقات اللي وردت بشأن هذه المقاطع. حسين يقول فعلا المواد نوعية رديئة جدا وبسعر خيالي على الدولة. مروان يقول حسبي الله ونعم الوكيل على هالحكومة، وين النزاهة؟ أبو رضا يقول والله هسه فتحت الجونية ردنا نطبخ منه طلع متروس قمل. ودكتور عبد الله يقول المواد الغذائية اللي توزعها وزارة التجارة ضمن مفردات البطاقة التموينية لا تصلح للاستهلاك البشري، منذ عام 2003 جميع العراقيين يعرفون ذلك وفي الإعلام عليها انتقاد كبير. نجي إلى فقرة الهاشتاج، واسم اليوم هو قاطع انتخابات الحرامية دعوات عراقية، هو واسم طبعا أطلقه عراقيون وجهوا من خلال الدعوات لجميع العراقيين لجميع أبناء العراق في الداخل من أجل مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات. الوسم هو قاطع انتخابات الحرامية في منصة إكس. حيدر يقول حكومة تفاوض نوري زهير، حكومة كل زمام أمورها بيد السفيرة، حكومة ما تقدر تعالج سعر الدولار، علي من ننتخب ونشارك بمسرحية سرقتنا. هذه رسالة لك سيد أبو سيد رسول. نرجس تقول يتباهون بالسرقة والفساد والشعب كاتل الجوع. محمد يقول قاطع انتخابات الحرامية 20 عام تنتخب ما تنتخب الإطار يقود الدولة، يخسر بالانتخابات يقول مزورة، تسجيلات مسربة وتهديد للسلم الأهلي والقضاء سكت عنه، بيع ثلثي العراق ومجزرة سبايكر، التستر على الفاسدين وضمان خروجهم من السجن، الشعب العراقي يفتقر لأبسط مقومات الحياة، تمطر تغرق الشوارع
ويعطلون الدوائر، وبالامتحانات يقطعون النت، دولارهم وصل للسبعين للمئة وسبعين. في تعليق من حمزة يقول: إلى أخوي العراقي، لا تسلط الحرامية على رقبتي ورقبتك، خبرناهم ما بيهم ولا واحد شريف، وتحولوا من زوري إلى حيتان فساد. طبعا هاي التعليقات مشاهدينا اللي وردت بشأن هذا الوسم قاطع انتخابات الحرامية، وربما هي أيضا تكون ردود للسيد أو أجوبة للسيد رسول من بغداد اللي يدعو إلى الدفاع عن طرف معين، وربما أيضا قد يغير رأيه ويشارك بالانتخابات لانتخاب الحشد وغيره. خلي راجع نفسه في زمن حكم هاي الأحزاب من 20 سنة إلى اليوم، الأحزاب اللي تنضوي ضمن الحشد، بدر والعصائب وغيرها، شنو اللي قدمته لهذا البلد؟ الحشد مو بس اللي الشباب اللي راحوا قاتلوا واللي أرسلوا إلى هاي المحرقة اللي سببها الحكومة، الحشد هاي القيادات اليوم اللي دا تبوق بالبلد، اللي دا تصرف لها أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا من ميزانية العراقيين، شنو النتيجة؟ شنو الإنجاز؟ وين الإعمار؟ وين الخدمات اللي قدمت إلى أبناء البلد من قبل هاي المؤسسات ومن قبل هاي الأحزاب اللي اليوم أنت تقول عليها قانونية ورسمية؟ طيب شنو اللي قدمته من إنجازات بالانتخابات السابقة البرلمانية وفي الانتخابات اللي راح تصير الآن؟ أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.